مرحله مهمه جدا في الجهاز اللي هي مودياليزر، هي مرحله الدياليزر. الدياليزر ده هو ده اللي بيتم فيه الاكسشينج بين الدم والدياليزيت. الحقيقه ده كان زمان بيتعمل عباره عن فلات ممبرين، بس الفلات ممبرين دوت كان السيرفس اريا بتاعته كانت قليله جدا وله مشاكل كتيره الحقيقه. فالناس عملت تكنولوجي الحقيقه حديثه جدا بيسموها الهولو فايبر تكنولوجي. الحقيقه دي فرقت كتير جدا في الهيموداليسيس لما الناس اتكلمت عليها، ابتدت تعملها في السبعينات والثمانينات. بيسكلي بنتكلم على ان احنا بدل ما بنخلي الممبرين يبقى فلات، لا بنخليها عباره عن تيوبس بالشكل ده كده، فيري فيري نارو تيوبس بالشكل ده كده، بتبقى حاجه زي شعيرات، هي اكشوالي شكلها زي الشعره بالظبط، والشعره دي مجوفه، الشعره دي بيبقى فيها يعني هي بتبقى اكشوالي تيوب، مش حاجه مصمته. فبنخلي الدم يمشي من داخل التيوب، وبنخلي الكونسنتريت، بنخلي اللي هو الدياليزيت يبقى خارجه. وطبعا الميزه بتاعت التيوبس دي ان السيرفس اريا بتاعتها كبيره جدا جدا جدا، فنقدر يبقى في عندنا حاجه حجمها صغير بالشكل ده كده، يبقى السيرفس اريا بتاعتها 4 متر تربيع مثلا، يعني 4 متر تربيع دي يعني 2 متر في 2 متر، ودي حجمها اكشوالي تبقى ما تزيدش مثلا عن 30 40 سنتي مثلا، في 5 6 سنتي مثلا ولا 10 سنتي بالكتير قوي. فبالتالي بيبقى حجمها صغير جدا، وفي الاخر بتبقى ماتش مور افكتيف. طبعا لما احنا نكون عايزين نعمل اكسشينج بين تو فلويدز، كل ما زودنا السيرفيس اريا بتاعت الممبرين اللي في النص كل ما كان الافشنسي اعلى. فده اللي بيحصل فعلا لما احنا بنستعمل الهولو فايبر تكنولوجي. الهولو فايبر بيبقى شكله كده، لو احنا فتحنا الجزء ده، لو احنا فتحنا الجزء ده كده بيبقى شكله كده من جوه. احنا اكشوال بنقفلها ويبقى في هنا الكلام ده، الجزء ده بيبقى سيلد، بحيث ان انا لما بدخل من هنا الدم، بدخل من هنا الدم انبوت مثلا واخرج الدم من هنا، وادخل هنا الدياليزيت واخرجه من هنا، ما بيبقاش في اي كونتاكت اطلاقا بين الاثنين. بيبقى في واحد فيهم ماشي داخل التيوبس وواحد فيهم ماشي خارج التيوبس، وبيحصل اكتشينج منه من خلال الممبرين بتاع التيوب. الممبرين بيبقى معمول بحيث ان هو يسمح للايونز اللي الرينج بتاعها مثلا زي الصوديوم او حتى الجلوكوز ماكسيمم جلوكوز ان هو يحصل اكتشينج بينهم. لو احنا بنتكلم على مولكيول كبير مثلا زي الستارش او زي مثلا الامينو اسيد زي البروتينز والحاجات اللي زي كده، لا ما يسمحش ان هي تعدي. فبالتالي يسمح لنا ان كل الحاجات مثلا زي اليوريا والكرياتينين والحاجات دي كلها ان هي تعدي، وفي حين ان الحاجات المكونات الرئيسيه بتاعت الدم اللي هي زي البلازما وزي البلازما بروتينز يعني وزي الخلايا الدمويه اللي موجوده زي الار بي سيز والوايت بي سيز والحاجات دي كلها ما تعديش من الممبرين دوت. طبعا الدايلايزر دوت جزء منه اللي هو الجزء اللي داخل التيوبس دي بيبقى يعني متعرض للدم. فالحقيقه ده في معظم الاماكن، يعني في معظم البلاد بمعنى اصح، يعني هنا مثلا في المملكه وفي مصر وفي الاماكن دي، هتلاقي ان هي الاستعمال بتاع الدايلايزر ده بيبقى سنجل يوز. سنجل يوز معناها ان كل بيشنت بيتفتح له يعني ستيريلايزد دايلايزر بالشكل دوت كده ويستعمل، وبعد ما يخلص لازم بعد كده يروح للمخلفات الخطره عشان يتم التخلص منه. في امريكا الحقيقه في بعض الشركات عملت تكنولوجي حاجه اسمها ريبروسيسنج. ريبروسيسنج معناها ان هو بياخد الدايلايزرز زي كده ويعمل لها ريستيريلايزيشن، يعني بيعمل لها ريبروسيسنج بحيث انها ترجع تاني تبقى ستيريلايزد. الحقيقه تكنولوجي زي كده لسه حتى الان مش مسموح بيها هنا، وبالتالي احنا لازم ان احنا نسيوم ان دايما الدايلايزر لازم يبقى سنجل يوز. لو تم استعمال الدايلايزر لمور ذان وان بيشنت بيبقى في غايه الخطوره اللي بينقل كل طبعا الامراض اللي هي بتتنقل عن طريق الدم اللي هي اخطر امراض زي الهيباتيتس سي فايروس زي الايدز زي الحاجات دي كلها بتنتقل على طول مباشره لو احنا استعملنا او عدنا استعمال اي مكون من المكونات اللي فيها كونتاكت مع الدم.